كفايه المصيبه اللي عملتها في الموبايل. ايه عملت ايه؟ جوجل اللي انت منزله لي عايزك تمسحه وتنزل لي جوجل جديد عشان شكله بايظ. ليه بايظ ليه؟ يا ابن الناس انت مش قايل لي لو انت عاوز اي حاجه في الدنيا مش لاقيها هات جوجل واكتب في بحث هي تجيبها لك على طول؟ اه. طيب انا بقالي 3 ساعات بقول له فين الجلابيه الزيتي بيكتب لي لا توجد معلومات. مش فاهم ايه بقى الموضوع. جوجل ده لو عايز تعرف اي مكان اي عنوان بتاع. والله العظيم. اه يعني مالوش في الجلاليب ولا بتاع؟ لا ولا ليه جلاليب زيتي ولا بتاع. يا نهار اسود ده احنا شكلنا كده قدام الخواجه بقى عر قوي يالا. لا والله. طب وبعدين عشان ما حدش يساعد. طب بص كده من غير ما حد يهرش اكتب له هنا لقينا الجلابيه. تبقى له بس سريع كده. المستور البرنامج الاكثر جدلا يناقش اهم القضايا كشف المستور من خلف وضع الآثار اليهودية. حد يجي في التلفزيون ده عشان الولية ديت لا بحبها ولا بحب اسمع صوتها ولا بحب اشوف شكلها. ولية بومة كل شوية بتتكلم عن الآثار ومهيجة الحكومة علينا ومبوظة علينا شغلنا. تعالى اقعد اقفل التلفزيون ده بدل ما نجيبه لكم نصين. انت عارف القرموط في عصبيته مش عايز حد يضايقك. مش كل شوية بقى الوان. سيبك بقى من التلفزيون بقى. منسي قلب عليك الدنيا وخالف يحط عليه. يحط على مين هو ده؟ عشان الحاجات اللي انت كتبتها يعني على عيلة مرعي. انت عبيط ياض ولا ايه؟ انت ازاي تتجرأ وتقول كلام زي ده القرمه؟ منسي ده كذاب وبطنه فاضيه وبيتعشى كوسه نيه وغايته انه ما يقدرش يقول الكلام ده الا في ظهري، لكن لا يجرؤ يقولها لي وش في وش كده فيس تو فيس. قرموطي يظهر هيقولها فيس تو فيس. اسمع قرموطي الكلام التافه اللي انت راسمه عندك في بيتك يا تشيله يا تشيله انا بعرفتي، والكاميرا اللي انت خدتها يا تدفع قسطها يا ترجعها. والا قسما بالله قسما بالله قسما بالله امحيك من على وش الارض. الولد العبيط ده كان بيكلم مين؟ كان بيكلمني انا. وانت ازاي تسمح لنفسك يلا وانت قاعد جنب قرمط انه يجي واحد زي ده يهزقك ويمرمط بكرامتك الارض كده قدام القهوه وانت تبقى ساكت؟ قوم عشان ما تعرنيش قوم امشي من هنا. على فكره يا عم قرموطي كان بيكلمك انت. بيكلم مين؟ انت عزوز. عشان ما يحصلش حظر تجول في المنطقة هسألك آخر مرة يا عزوز، منسي لما قال هولع بيتك يا قرموطي كان يقصدني أنا؟ أيوة كان يقصدك أنت. هتولع دلوقتي المنطقة دي، هتولع دلوقتي وهتشوفوا كلكم منسي اللي عامل السكر المهيمن في المنطقة وهو بيتبهدل من القرموطي. ما دام أنتوا عايزينها تولع وأنت عايزها تولع اقسم برب العزه هتولع دلوقتي يا عزوز. انما كده هنقعد. هو مشي منين؟ مشي كده. ماشي خد مشي كده. امن بالله يا عزوز انت عايز تولع المنطقه. ايه رايك بقى ان انا هروح دلوقتي المنسي واقول له ان الكاميرا بتاعتك اتهرست واتفرمت تحت تروميل على العربيه؟ ايه رايك؟ واللي عايز يجي يشوف منسي وهو بيتبهدل يجي ورايا. ما بلاش. هتشوف الذكر المهم بتاع المنطقه هيتعمل فيه. بلاش. سبت بقى الموضوع كده خلص خلاص يا عزوز عشان منسي زاد وطغى وكبر. الله 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 الله. ايه في ايه؟ جايين ورايا ليه؟ انتوا عايزين جنازه وتشبعوا فيها لط ولا انتوا عايزين تشوفوه وهو بيتبهدل؟ يعني عايزين تشوفوا منسي وهو بيتقطع يعني؟ قول لكم اتفقتوا على كده اول مره اشوفكم بتتحدوا على كلمه واحده. سخص عليكم. هتولع النهارده. لمي حاجتك واخلعي دلوقتي يا حاجه علشان المنطقه دي هتقلب حرب كرموز وسمير قراره جاي ورايا. علشان الولا منسي ده بقى مغرور وبقى محكوم الشر وبقى عامل زي الزينه ديكور. وهو ده بيت منسي. مش ده بيت منسي برضه؟ ده منسي. ده منسي. لا مش عايز يطلع هو خايف يطلع يا جماعه. انت بتوحشه. ايه ده؟ يا حول الله احنا جينا قدام الاستقبال بتاع القصر العيني ولا ايه؟ ايه يا ابني مالك وايه الشبشب اللي تحت؟ انت طالع من الدرس؟ الزار كان عنده حصه شباشب ولا ايه؟ يلا بقى بينا فردان سيبر. مين اللي شلفطك كده يا ابني؟ منسي. منسي مين؟ منسي 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 اللي شلفطك كده؟ حاسس ان داخلين على ايام سودة. لا حول الله الواد بيترعش هيموت يا جماعه. يلا يا جماعه عشان نسيب الواد يموت براحته. يلا سلام عليكم بقى. يلا جبت الكاميرا يا قرموطي؟ نص ساعه وتكون الكاميرا عندك. نعم 5 دقايق يعني انت هتصور بيها دلوقتي ما فيهاش حاجه. يا فنديه في ايه؟ مش عايز انتوا عايزين المنطقه تولع ولا ايه؟ يلا بقى نتكل على الله عشان في زلزال هيضرب المنطقه كلها ولازم الامن يلا فنديه 5 وراجعنا. والله ما انتش عامل فورمه الساحل وعايز تتصور يعني دلوقتي. حلوه قوي الشقه يا غاده. تعبتك معايا. هو انا عملت حاجه؟ برضه ما بيردش. قلتلك ما تستعجليش وتنزلي البرومو قبل ما نلاقي الكاميرا. ما تشغليش بالك انت، نامي واستريحي وانا هتصرف. هو انا هفضل محبوسه في الشقه دي لغايه امتى؟ لا بصي بقى، ده من مكان ليكي، دول قلبين عليكي الدنيا، بعتولك ناس على الشقه وسالوا عليكي في القناه. ما تنسيش تقفلي خطك القديم، ولو عوزتي اي حاجه كلميني من الخط اللي انا اشتريتهولك. طب وهنعمل ايه برضه في الكاميرا؟ قابليني بكره الساعه 3 في المول. يلا بقى انا لازم امشي، سايبه عمرو لوحده في البيت.